نكمل مع بعض يا جماعه باقي المالجنت تيومرز اللي بتطلع في البون، ونبدا نتكلم على الاوستيو ساركوما او ليها اسم اخر الاوستيوجينيك ساركوما. الاوريجين والسايت بتاعها طالع منين؟ ده بيعتبر اولا الموست كومن برايمري مالجنت تيومر في البون على الاطلاق مقارنه بكل انواع المالجنت تيومرز اللي بتطلع في العظم. النقطه الثانيه انه بيعتبر مالجنت تيومر اوف اوستيوجينيك سيل، دي السيل اوف اوريجين بتاعته طالع من الاوستيوجينيك سيل، طالع من الخلايا اللي بتكون عظم، يعني الخلايا بتاعت الورم ده تقدر تكون بون وتكون ماتريكس، تكون بون ماتريكس وتكون اسطوية تيشو داخل الورم، سكريت بون ماتريكس اسطوية تيشو. الموست كومن سايت يجي في الديستال اند بتاعت الفيمر، الديستال اند بتاعت الفيمر والبروكسيمال اند اوف تيبيا، لو احنا ضمينا الاثنين دول على بعض يعني اراوند النين في 60% من الحالات. التيومر بيبدا في الميتافيسز، التيومر ستارت ويزن الميتافيسز بتاعت العظم ده. نيجي للايدج بتاعه، موست كومن اللي بيجي في التشيلدرن واليانج ادلت تقريبا من 10 ل 20 سنه، في الغالب النوعيه اللي بتيجي في السن ده بتيجي في صوره برايمري اوستيو ساركوما. برايمري اوستيو ساركوما يعني اوريدي الورم طلع، الورم طلع مره واحده من الاول خالص، البون بتاع الشخص ده كان سليم وفجاه طلع الورم على طول، طلع اوستيو ساركوما في البون على طول. اما النوع الثاني اللي هو بيجي في اولد ايدج، في ايدج اكبر، ده اسمه سكندري اوستيو ساركوما. سكندري يعني ايه؟ يعني بيجي اوف، يعني حصل ليجن في العظم وبعد كده الليجن ده قلب باوستيو ساركوما زي الباجيت ديزيز. البون جاله الاول باجيت ديزيز، ادي اول حاجه باجيت ديزيز، وبعد كده الباجيت ديزيز ده سكندري حصل فيه كومبليكيشن وقلب باوستيو ساركوما، يبقى هنا الاوستيو ساركوما تعتبر سكندري. اما البرايمري اللي بتيجي في سن صغير البون بتاعه سليم وفجاه طلع الورم مره واحده لم يسبقه ليجن، يبقى دي اسمها برايمري اوستيو ساركوما. الجروس بتاع عاده الورم بيبقى لارج تيومر ماس، بتبدا طبعا في الميتافيسس بتاعه البون، بتنفيد المدلري كانال، يبقى معنى ذلك زي فكره كده ايه لو انتم فاكرين لما كنا بنتكلم على الاوستيومالايتس، فهنا الورم طلع فين؟ الماس طلع فين؟ طلع في الكورتكس بتاعه الميتافيسس، وبعد كده تبتدي تعمل سبريد لجوه ناحيه البومرو والبره ناحيه السيرفيس، هي طالعه في الكورتكس في النص. يعني انا رسمت مثلا العظمه كده، ادي العظمه اهي وادي الكورتكس، دي الكورتكس بتاعت العظمه، الورم اهو اللي هو اللون الاحمر ده بدا يطلع هنا في الحته دي في الميتافيسس بتاع العظمه، بدا يعمل سبريد لجوه ناحيه البورمر ويكسر كل اللي في طريقه، وفي نفس الوقت بدا يطلع لبره يكسر الكورتكس لغايه ما يوصل للبريوستيوم لبره، يبقى لجوه والبره، يبقى لارج تيومر ماس بتنفيد المدلري كانال، بتخش ناحيه جوه وتوصل للمدلري كانال بتعمل فيها سبريد وبتستروي البون بتاع الماتريكس. طبعا لما بيكسر سوري البون كورتكس، لما بيكسر الكورتكس وصل خلاص للبريوستيوم يبتدي الليفيشن للبريوستيوم، الماس عماله تكبر فتزق البريوستيوم فوقيها وهي بتكبر، وبعد كده تخترق البريوستيوم وتتوغل في السوفت تيشو اللي حوالين العظم، انيفيت زين بنتريت البريوستيوم، وبعد كده اكستنشن انت الادجيسنت سوفت تتوغل داخل السوفت تيشو بلس وجود هيموجينوكروزس جوه الماس نفسها. يبقى الماس بدات في الميتافيسز في العظم نفسه، وبعد كده بدات تعمل سبريد لجوه وتكسر في العظم لغايه ما وصلت للبورمرو، وبعد كده بدات تعمل سبريد لبره وتكسر لغايه ما وصلت للبريوستيوم، وبعد كده عملت جروس وعلت البريوستيوم فوقيها، وبعد كده اخترقته ودخلت في السوفت تيشو اللي حواليه. طب مايكروسكوبيكال بيتكون من ايه؟ مالجنت اوستيوبلاست اللي هي المفترض بتكون استويد تيشو. هذه كلمه مالجنت، يعني كلمه مالجنت اوستيوبلاست يعني اوستيوبلاست فيها الكرايتيريا اوف مالجنسي، اللي هي ايه الكرايتيريا اوف مالجنسي؟ النيوكلياس الارجد وهايبر كروماتيك وابلي مورفيك وفي فاريشن في السايز والشيب بتاع الخلايا وفي لوس اوف بولاريتي وفي مايتوتيك فيجرز وابنورمال مايتوزس والكلام اللي احنا عارفينه يعني. ففي مالجنت اوستيوبلاست وهذه الاوستيوبلاست عامله معاها اوستويد تيشو، مالجنت اوستويد بتفرز مالجنت اوستويد شوينج ابنورمال مايتوتيك فيجر اهي احد الكرايتيريا بتاعت المالجنسي بلس ماتريكس اوف اوستويد تيشو. دي اهم حاجه كاركترستيك ليها ميكروسكوبيكالي، وهنشوف صوره ليها اهي كده على الصوره دي اهي، هي دي الصوره اللي على اليمين مايكروسكوب دي، ادي المفترض طبعا هي الصوره مش واضحه قوي يعني، بس هتلاقي في حاجات كده ايه حاجات بينك كده، قطع كده بينك جواها لاكوني فيها اوستيو سايتس شبه الاوستويد تيشو بتاع العظم يعني، بس دي بيقول عليه مالجنت اوستويد يعني، ودي حاجه كاركترستيك في الليجن ده. الراديولوجيك فايندنج برضه حاجه كاركترستيك، الراديولوجي هنا مهم زي الراديولوجي بتاع الجوينت سيل تيومر اللي قلنا فيه سو بابل ابييرنس، وزي الراديولوجي بتاع الايونج ساركوما اللي قلنا فيه حاجه كاركترستيك اللي هي مين؟ في الايونج ساركوما قلنا حاجه كاركترستيك في الاكس راي بتاعتها اللي هي بتبان ايه؟ اونيون سكين لايك ابييرنس.
برضه هنا الاوستيو ساركوما ليها حاجه كاركترستيك في الاكس راي، ايه هي؟ اولا سان ريز ابييرنس، اثنين كودمان تريانجل. ايه كودمان تريانجل ده؟ كاتب كده بالاوستيال بون فورميشن ان ذا تريانجل بتوين الكورتكس اند الاليفيتد بالاوستيو. طيب نوضح الكلام ده، كلمه سان ريز ابييرنس يعني انا هرسم كده على الشمال اهو، هرسم على الشمال ادي مثلا سي العظمه اهي، دي العظمه مثلا ودي الماسه اهي الورم، خلاص البريوستيوم اللي حوالين الورم ده زي ما عمل كده البريوستيوم في حالات الايونج ساركوما، زي ما البريوستيوم كده حط لير حوالين حط لير من البون حوالين الورم وعمل يؤنيون سكيل لايك ابييرنس، برضه هنا البريوستيوم هيحط بون حوالين الورم، بس البون بقى هيتحط بطريقه مختلفه عن الايونج ساركوما. هرسم انا البون اللي هيتحط باللون الازرق، هتلاقي البون محطوط ازاي؟ البون محطوط كده، بصوا المنظر ده بالشكل ده، محطوط عمودي على السيرفيس بتاع البون ده، دي كلها عباره عن بون ترابيكولي. مين اللي كونها؟ اللي برسمها باللون الازرق ده، مين اللي كون البون ترابيكولي دي؟ اللي كونها البريوستيا اللي حوالين الورم. فدي الكلام ده لما البون ترابيكولي دي اللي حوالين الورم اللي هي طالعه لبره كده، دي لما تيجي تبص على الاكس راي عامله زي اشعه الشمس، فبقول عليها سان ريز ابييرنس. خلاص ده الشكل الاول. نيجي للكودمان تريانجل. ايه الكودمان تريانجل؟ برضه هنرسم اهو، ادي العظمه اهي مثال معايا، دي البون خلاص اهي كويس، وادي الماسه اهي قاعده تكبر تكبر تكبر، والبريوستيوم طبعا اتزق معاها لفوق طلع لفوق، فانا هرسم البريوستيوم اهو، بصوا كده البريوستيوم هرسمه مثلا، هرسم البريوستيوم باللون الاصفر، البريوستيوم اهو ماشي ماشي، البريوستيوم باللون الاصفر ماشي ماشي ماشي، وبعدين بدا يعلى فوق الورم، خلاص ده البريوستيوم باللون الاصفر كده. بصوا بقى معايا على المثلث، هرسم لكم المثلث بقى باللون الاخضر بقى، المثلث ده اللي عليه السهم ده باللون الاخضر، الحته دي بيبتدي البريوستيوم يحط فيها عظم، انا برضو هرسم العظم اللي هيحطه بريوستيوم باللون الاخضر هنا في الحته دي في المثلث ده، بيبتدي يتحط عظم زي ما انا رسمه بالظبط كده باللون الاخضر، عظم اتحط اهو ما بين الاليفيت بريوستيوم وما بين الكورتكس بتاعت العظم، العظم اللي اتحط ده اتحط في حته مثلثه بيسموها الكودمان تريانجل. واضحه يا جماعه؟ نيجي للسبريد بتاعه البروجنوزس، طبعا بور بروجنوزس، ورم شرس طبعا وهايلي مالجنانت وبينتشر بسرعه، رابد السبريد لوكالي او عن طريق البلد يروح لللنج ويروح لاي اورجن اخر، خلاص يا جماعه. ودي صوره ليه طبعا اهي، شايفين بصوا الاكس راي هنا كل الحاجات اللي هي اللي انا يعني هحط لكم عليها علامه بالقلم كده، بصوا يعني بصوا الحتت دي، بصوا ده الاكس راي، بصوا المنظر ده، ده سان ريز ابييرنس، الحته دي كده اهي سان ريز ابييرنس، كل الحاجات اللي عامله زي الاشعه دي طالعه من العظمه، تحس ان في اشعه عامله زي اشعه الشمس طالعه من العظمه، ده سان ريز ابييرنس. طب وفين الكودمان تريانجل اللي عنده السهم؟ احط عليه لون اهو الكودمان تريانجل باللون مثلا وليكن الاورنج اهو، العظم اللي اتحط في المثلث اهو في الحته دي، ده اللي عليه السهم ده، ده بون اتحط في الحته دي اهو اللي انا علمته ده، ده بون اتحط في المكان ده، خلاص كده انتهينا من الاوستيوساركوما. نيجي للتيومر اللي بعد كده الثالث الكوندروساركوما، ده مالجننت تيومر طبعا طالع من الكوندروجينيك سيل من الكارتلج سيل يعني، وبالتالي بيسكريت كوندروجينيك ماتريكس اللي هي البيل بلوش ماتريكس بتاعت الكارتلج، يعني هو زي الكوندروما بس الفرق ان الخلايا بتاعت الكوندروسايت الموجوده جوه اللكن بتبقى مالجننت، عكس الكوندروما الخلايا بتاعتها بتبقى بيناين. دي ليسكومان زان الاوستيوساركوما، ودي موستكوما اللي بتيجي في السنترال بورشن بتاع السكيلتون، سنترال بورشن زي البيلفز زي الشولدر زي البون زي الريبس، ودي بتيجي في اولد ايدج على عكس الاوستيوساركوما كانت بتيجي في سن صغير البرايمري، دي هنا من 40 ل 60 سنه يعتبر موست كومن ايدج. الجروس بتاعي طبعا عندي ماس، وهتلاقي الكرايتيريا بتاعت الماس هنا عامله زي الكرايتيريا بتاعت الاوستيوساركوما، يعني هتجد الماس بتبدا في الكورتكس بتاعت العظمه وتعمل سبريد لجوه وتكسر البون مارو وتطلع لبره وتكسر الكورتكس وترفع البريوستيوم وبعد كده تخترق البريوستيوم وبعد كده تخش في السوفت تيشو اللي حواليه، نفس الكرايتيريا ونفس البيهيفير. هنا الماس اهي برو بتبدا تخش في المدرج الكنال وبعدين بتكسر الكورتكس بينتريت الكورتكس وترفع البريوستيوم وتمتد في السوفت تيشو اللي حواليه عشان تعمل لارج ماس وفيها هيموروجينيكروسيس. مايكروسكوبيكالي هي نفس الصوره بتاعت الكوندروم بس الفرق ان الكارتلج سيل اللي جوه اللاكوني مالجننت باجد مالجننت كوندروسايت اهي وذ هايلاين ماتريكس وفي بعض السبوتي كالسيفيكيشن موجود. الراديولوجيك فايندنج يعني مش ليها حاجه كاركترستيك، الاقي ريد ديلوسنت ماس، قلنا ماس مش واخده اللون الابيض بتاع البون، حته مديه على رمادي او مديه على اسود كده في وسط البياض بتاع العظم،
وذ سكاترد ديلز فوساي اللي هي بتاعه الكالسيفيكيشن. السبريد بتاعي طبعا الهاي جريد كوندروساركوما تقدر تعمل سبريد لوكالي عن طريق البلاد وتروح لاي اورجنز اخر. وهاي جريد يعني الماليجنس بتاعها عاليه، الكريتيريا اوف ماليجنس فيها عاليه والبروليفريشن بتاعها عالي. معانا صوره ليها اهي. طبعا ده الورم جروسلي اللي هو على الشمال ده، الماس طبعا مش باينه، واخده كل العظم ومدمره كل البون. الصوره اللي على اليمين فوق اهي دي طبعا كلها كارتليج هايلاين ماتريكس اهي، سواء دي او دي المفروض ان لونها ازرق وفيها لكن، بس الخلايا اللي جوه اللكن بقى هي دي اللي فيها الماليجنسي، فيها الكريتيريا اوف ماليجنس اللارج وهايبر كروماتيك وبليمورفيك والكلام اللي احنا عارفينه. نيجي للتيومر الاخير معانا، مجموعه البلازما السني وبلازما اللي هي مالتيبل مايلوما، بالعربي كده ورم خبيث طلع في البلازما السني، ورم خبيث طلع في البلازما السني، وده مكانه في البون مارو. ما هي البلازما السني جوه البون مارو، فهو بيطلع في البون مارو. الايدج موست كوم اللي فوق سن ال 40 سنه، طلع منين؟ من البلازما السني اللي موجوده في البون مارو زي ما احنا لسه قايلين. الصل السايت تيجي في السكال في البون مارو، يعني بتاع السكال في الفيرتبري في السيرنم في البلفس في الريبس، يعني فلات بون من الاخر. يعني الجروس بتاعه تيجي في صوره مالتيبل تيومرز ماسس كده، مالتيبل بس مش متاستاسيس، هي مالتيبل ماسس بتبقى سوفت ريد، بتيجي في كل ماس من دول بتبقى سوفت ريد ديول. مايكروسكوبيكالي مالجنت بلازما سيل، طبعا البلازما سيل لو انتم فاكرين شكلها في الهيستولوجي خليه كده، وتلاقي النيوكليس بتاعتها على جنب شويه، جايه على جنب النيوكليس، بس بتبقى مالجنت يعني وذ ديفرنت ستيج اوف ماتيوريشن. ده لما يجي اشوفه في الراديولوجي اوستيوليتيك ليجن، بس مش كاركترستيك، لان احنا كنا كل يعني اغلب التيومرز بتاعت اللي احنا درسناها النهارده في المحاضره كلها اوستيوليتيك، بتكسر عظم يعني وبتبان زي ما احنا قلنا رمادي او اسود في الاشعه. يعني ايه الايفكت اللي ممكن تعمله المالتيبل مايلوما ده، هذا الورم الخبيث؟ اول حاجه ممكن يعملها ان هو بيكسر البون والبون مارو، وطلع في البون مارو نفسه وطلع في البلازما سيل، فهينمو على حساب مين؟ على حساب البون مارو نفسه وعلى حساب السيلز بتاعت البون مارو، يعني هينمو على حساب الار بي سيز وعلى حساب البليتلت وعلى حساب الوايت بلاد سيل، فيدخل الشخص في مشاكل بسبب نقص في البون مارو. فطبعا في البون نفسه بيخلي البون ضعيف في المكان ده، فممكن يحصل فيه باثولوجيكال فراكشر. اثنين بان سايتوبينيا، بان سايتوبينيا معناها نقص كل بلاد اليمنت، الار بي سيز بتقل، البليتلت بتقل، الوايت بلاد سيل بتقل، دي اسمها بان سايتوبينيا. الحاجه الثالثه هايبر كالسيميا وميتاستاتيك كالسيفيكيشن. ليه؟ انت عندك ورم طلع في العظم وبيكسر العظم، طب هو لما هيكسر العظم مش العظم ده فيه كالسيوم؟ الكالسيوم اللي هيطلع نتيجه تكسير العظم هيروح فين؟ هيروح للبلد، فيعلى في البلد ويعمل لي هايبر كالسيميا، يعلى في البلد ويعمل لي هايبر كالسيميا، يبتدي يترسب في النورمال تيشو. خدناها زمان، ارجعوا كده في التيشو ديبوزيت، خدنا حاجه اسمها ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. خلاص. الحاجه الثانيه او المشكله الثانيه اللي ممكن يعملها هذا الورم انه بيفرز ابنورمال اميونوجلوبولين، بنسمي هذه الابنورمال اميونوجلوبولين بنس جونز بروتين. هذه البنس جونز بروتين بتفرز من الورم من البلازما سيل الماليجننت دي، بتعمل مشاكل كتير جوه الجسم. ايه المشاكل بتاعتها؟ اولا انها بتنزل في اليورين بكميات كبيره، فبتعمل لي حاجه اسمها بنس جونز بروتينوريا نازله في اليورين، بيحصل لها فلتريشن من الكدني، ما هي موجوده في البلد، هذا الابنورمال بروتين بيفرز ويعلى في البلد وبعدين بتبتدي ينزل في اليورين، تعمل لي حاجه اسمها بنس جونز بروتينوريا. اخد اليورين ده واسخنه على درجه حراره 55، الاقي هذا البروتين اللي موجود بيبتدي يتجلط ويتجمع ويتجمد كده. ولو زودت الحراره اكتر ووصلت لدرجه حراره 85، اسخن اليورين لدرجه حراره 85، هذا البروتين يبتدي يدوب تاني ويحصل له ديزولف جوه اليورين. ادي اول حاجه بيعملها هذا البروتين انه بينزل في اليورين. الحاجه الثانيه ان هذا البروتين فعلا ان البلازما سيل تحولت لماليجنت وبدات تصنع ابنورمال اميونوجلوبولين. ده هل الابنورمال اميونوجلوبولين ده بيؤدي وظيفه النورمال اميونوجلوبولين ويعمل ديفنس ميكانيزم؟ لا، ما بيعملش ديفنس ميكانيزم. معنى ذلك ان مناعه الشخص قلت، لان بدل ما البلازما سيل تطلع نورمال اميونوجلوبولين بتطلع ابنورمال، يبقى معنى ذلك ان الاميونوجلوبولين عنده النورمال قلت، فبيخش في مشاكل نتيجه نقص الاميونيتي في صوره ريتد انفكشن. الحاجه الثالثه هذا الابنورمال بروتين اللي هو البنش زونز يبتدي يترسب في الديفرنت تيشو في صوره امايلويد. لو انتم فاكرين رجعنا كده بالذاكره لحاجه اسمها البرايمري امايلويدوزيس اللي هو الاي ال تايب، ده الاي ال تايب. خلاص يا جماعه في 25% من الحالات. المشكله الثالثه طبعا ان الكدني من كتر ما بيفرز فيها هذا البروتين البنش زونز بروتين ده، من كتر ما بيفرز في الكدني بيترسب في التبيول بتاعه الكدني وبيبوظ الكدني ويدخلها في رينال فيلير. وادي بعض الصور لي مالتيبل ماسز اهي موجوده في الفولت بتاع السكال. وبالنقطه ديت احنا كده خلصنا الحمد لله محاضره التيومر اللي ممكن تطلع في البوك.